ايه الاخبار يا حامد؟ هيروح يسرق شقه النهارده. انت متاكد؟ زي ما انا شايف حضرتك بالظبط. عنوان الشقه دي فين؟ اهو يا فندم. تعرف مين اصحابها؟ كانوا مسافرين وهو فاهم كده، لكن بعد ما اتقصت عرفت انهم رجعوا النهارده من ساعه. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ ايوه يا فندم، هيروح يسرقها النهارده بعد الساعه 2 بالليل. طيب متشكرين يا حامد. تحت امرك. مع السلامه. الله يسلمك. الظاهر ان المجرم يفضل طول عمره مجرم. استاذ سلسعوني، فينك من زمان؟ اهلا اهلا. فينك من زمان يا استاذ سلسعوني؟ انا اهو ان شاء الله. عملت ايه مع الوليه؟ انا رايي انك تطلقها. ان شاء الله هطلقها. خير البر على الجلل. ادخل ادخل، هنشرب كاسين مع بعض. لا لا لا، منقوع الهوا. لا لا، بس انا متوضي وداخل اصلي. طب هشوفك غدا. مع السلامه. الف سلامه. قدامي يا كلب. انا غلطان. امشي قدامي. انا ما كنتش عايز اسرق. دلوقتي انت مش هتقدر تفتح بقك بكلمه واحده. انا ما كنتش عايز اسرق، العيال هم اللي وسوني. يا الله، انا كنت في كلامي. امشي يلا قدامي. اضرب الايد اللي اتمدت علشان تساعدك. فرغ المسدس في الدماغ اللي فكرت علشان تعمل منك بني ادم كويس. اضرب اضرب. ساكت ليه؟ انا اسف، انا عملت كده ليه؟ اقتليني، ارجوك تقتليني. انت ظبطتني متلبس وبعدين جريت عشان اهرب. اقتليني. المساله مش هتكلفك غير طلقه رصاصه واحده، وعلى رايك كلب وراح. ولما انت ندمان الندم ده كله ليه فكرت تسرق؟ ليه خنت؟ ضعفت، زنوا على دماغي. امشي يا عتريس، روح لحال سبيلك. امشي. يعني ايه؟ يعني انا مش هعملك قضية شرف في سرقة. لا لا، ده كتير عليا اوي، كتير. امشي امشي دلوقتي من قدامي. امشي. مش معقول الدنيا فيها كل الرحمة دي.
الحمد لله على السلامة يا ست هاني. مساء الخير الأول. ازي يا ست هاني تسمح لنفسك تيجي في وقت زي ده؟ يعني يا يحيى لما أكون عندي مرة في السنة مأمورية بالليل ما فيهاش حاجة؟ لا فيها حاجات كتير، أنا ما أقبلش أبدا أشوف مراتي راجعة وش الصبح. شغلي كده يا يحيى، أشتغل بالليل وبالنهار مع اللصوص ومع الحرامية. غلط. ايه اللي يجبرك يجبرني على كده؟ التزامي ناحية شغلي يا يحيى. يبقى تستقيمي. الحكاية مش بالبساطة دي يا يحيى. يا وفاء أنا خايف تكوني بتهدي بيتك بنفسك. ما تقولش كده. أرجوك يا وفاء، ما تجبرنيش أنا عادي غصب عنك. أنت أرضيك إن أنا أعمل حاجة غصب عني؟ أنا كمان ليا حقوق، من حقي إن أنا أمنع أي حاجة شايفة غلط. أنت مش لك حقوق وبس. أنا كل ملكك يا يحيى. أنت بلاش ملكي. يا حبيبي أنا ما أقدرش أبلف واحد في ذكائك، بس أنا عندي رسالة وعايزة أعملها. أرجوك يا يحيى تساعدني. إيه؟ أنت زعلان مني؟ شكلك زعلان مني. ده أنا أروح أموت نفسي أحسن. أعمل إيه؟ حتى مش مدياني فرصة عشان أزعل منك. ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، بس أنت إديني فرصة أكسب الرهان وأثبت لك إن المجرم ممكن إصلاحه، وبعدين نبقى نتفاهم في كل حاجة يا يحيى. بتحلمي يا وفاء، صدقيني بتحلمي. يا سيدي سيبني احلم.